معي عبر الهاتف سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة، أهلا ومرحبا بك في نشرة أخبار الثامنة. دكتور، هذه ليست المرة الأولى التي يكون بها إشادة لإدارة مملكة البحرين الناجحة للقطاع الصحي، خصوصا في ظل الجائحة. زيارة الأمين العام للمنظمة في العام الماضي شهدت الكثير أيضا من التصريحات، واليوم هناك أيضا كلمة عبر الفيديو وأيضا زيارة للمدير الإقليمي للمملكة. ماذا يعني كل ذلك للقطاع الصحي ولا سيما الإدارة الناجحة في مواجهة الجائحة؟ أول شيء مساكم الله بالخير. طبعا زيارة اليوم المدير الإقليمي عامة الإقليم شغل متوسط لمملكة البحرين، وهذه الزيارة الثالثة إضافة إلى مثل ما أخبرت زيارة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دكتور تدروس لمملكة البحرين. هذه الزيارات عامة تأتي للتنسيق عامة والمتابعة الوضع الصحي في مملكة البحرين، ولكنها فعلا يعني تعطي ذلك التصور بالمثال الذي يحتذى به بالخدمات المتقدمة في مملكة البحرين. لعلها كانت النجاحات تلو النجاحات الحمد لله بالنسبة لتقديم الخدمات، سواء على مستوى مكافحة الكوفيد 19 اللي صار عندنا خلال سنتين اللي راحوا، ولكن كذلك الإنجازات السابقة لمملكة البحرين. اليوم كان أحد الإنجازات الكبيرة أن لجنة مكافحة التدخين والتبغ حصلت على جائزة لمنظمة الصحة العالمية، وتم تسليمها كذلك اليوم خلال الزيارة. طبعا هذه الزيارة لها عدة يعني أبعاد، والأبعاد هذه نفخر بما تم إنجازها في مملكة البحرين. اليوم زيارة كانت لمن يقوم عامة بالسياسات الصحية ورسم عامة الخطوط الكبيرة بالنسبة لتقديم الخدمة، مثل وزارة الصحة، مثل مجلس الأعلى للصحة. زيارة كانت لمقدمي الخدمة في مملكة البحرين، سواء المستشفيات الحكومية أو المراكز عامة الصحية وكذلك الصحة العامة. التقاء بالناس المعنيين بتقديم عامة الخدمات، وكذلك بمن يرسم عامة مثل ما خبرنا سياسات الصحية في مملكة البحرين، مثل اللجان أو غيرها، واللي يعني حصلت إشادات كثير على مستوى العالم وعلى المستوى الإقليمي، اللي صار للبحرين الحمد لله يعني هدف رئيسي، صار يعني للأنظار بالنسبة للعالم لهذه الزيارات. وكذلك المكتب القطري في البحرين لعله شاهد. نعم، أنا أريد أن أسألك عن هذا المكتب دكتور إن أذنت لي، هل جاء افتتاح هذا المكتب في مملكة البحرين كخيار أنسب ربما بسبب نجاحها في مواجهة الجائحة؟ هل يمكن إضافة افتتاح هذا المكتب ضمن جهود وزارة الصحة وكل مقدمي الرعاية الصحية خلال العامين الماضيين؟ وما الذي يمكن أن تستفيده المملكة أيضا من المنظمة، وماذا تقول المنظمة عن البحرين لباقي دول العالم؟ أول المكتب القطري يعني جاء لجهود حثيثة لمدة لسنوات عامة سابقة، وأكيد طبعا لمكافحة طبعا كوفيد 19 كان له الأثر كبير بالنسبة حق هذه المعايير لاتخاذ المكتب مملكة البحرين. ولكن يعني صدقا بأن هذا المكتب كان لإنجازات مملكة البحرين، وجودها حصدت على كثير من الجوائز العالمية، سواء في الرعاية الأولية أو مثل ما خبرنا في مكافحة التدخين أو رسم السياسات والأنظمة عامة الصحية. هذا المكتب القطري جاء بعد تقييم مملكة البحرين في أعلى مستويات الخدمات الصحية المقدمة. وهذا المكتب كذلك لما وضع مملكة البحرين كان سابق لأي مكاتب ثاني في المنطقة. لما توصلت له البحرين عامة من يعني منظومة صحية متكاملة تعطي بدقة وبكفاءة عامة وجودة لمن يحصل عليه في مملكة البحرين. الإشادة تلو الإشادة عامة موجودة، وليس فقط المكتب القطري هو يعني يمكن يكون فقط المحور الرئيسي، ولكن أعتقد هو تتويج لجميع ما تم من إنجازات سابقة في مملكة البحرين حتى اليوم. شكرا جزيلا لك سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة.